اتفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم يحيى عبد العظيم أحمد المطعني، المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم وعلى احتفال القرآن الكريم بالمليون القسطيس المضاعنة. في هذا الاحتفال نقوم يعني بتكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم. هذا العدد يتجاوز 1600 إن شاء الله في هذا اليوم. هذا العدد فيه طبعا يعني من حفظوا القرآن الكريم كاملا برواية حفص، والجائزة الكبرى في هذا المستوى. فالأول يعني إن شاء الله سيأخذ 40,000 جنيه، والثاني سيأخذ 30,000 جنيه، ثم بعد ذلك سيأخذ كل حافظ للقرآن الكريم 20,000 جنيه بالتساوي بينهم بقية المستوى. هناك جوائز قيمة أيضا للروايات، القرآن الكريم كاملا. عندنا رواية الإمام شعبة، وكذلك رواية الإمام قالون عن شيخه الإمام نافع، وكذلك رواية الإمام البزي عن شيخه الإمام ابن كثير. وسيأخذون جوائز قيمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل. هذه الاحتفالية يحضرها آلاف كثيرة من الناس، كما يعني ترون الأعداد الكبيرة من الحاضرين، وكذلك الأعداد الكبيرة من البلدان ومركز إسنا يأتون ليشهدوا معنا هذه الاحتفالية، ويعني يسعدون بحضورهم بهذه الاحتفالية. كل عام وأنتم بخير. طيب، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك.